يستطع أن يفعل لها أي شيء على الإطلاق الحارس البرازيلي رافائيل كابرال. يا ولد يا نور الدين، الله على مهارة نور الدين برابط في هذه اللقطة في الزاوية الصعبة. يتعادل الآن جلطة سراي، يتعادل الآن جلطة سراي بهدف ولا أروع ليه نور الدين برابط. نور الدين برابط في الدقيقة 57 من عمر المباراة.